ولا نزال في وزارة الإسكان، حيث بدأت اليوم تسليم وحدات مشروع مدينة حمد الإسكاني، مشيرة إلى اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع الذي يضم 51 وحدة سكنية تم تخصيصها مسبقا لمستحقيها من ذوي الطلبات القديمة. الوزارة قامت بإشعار المنتفعين بالحضور إلى مبنى الوزارة والتوقيع على عقود الاندفاع وتحويلها إلى الإدارة لاستكمال الإجراءات واستلام مفاتيح وحداتهم السكنية. وقام الموظفون المختصون بإنهاء الإجراءات التعاقدية في إدارة الخدمات الإسكانية وتزويد المواطنين بالإرشادات القانونية والفنية التي تحدد أبرز البنود القانونية والمالية المدرجة في العقد والتي يجب الالتزام بها. ويأتي مشروع مدينة حمد الإسكاني في إطار تنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن توزيع الوحدات الإسكانية للمواطنين المستحقين لها حسب الخطة المدرجة لتلبية الطلبات الإسكانية في إطار مشروع بناء 40,000 وحدة سكنية. اليوم عندنا توزيع عقود 51 وحدة سكنية في مشروع مدينة حمد الإسكاني. طبعا الفترة القريبة السابقة شهدت توزيع عدة عقود مثل مشروع الهمل الإسكاني، مشروع البرهام الإسكاني، ومشروع البلاد القديم الإسكاني. وإن شاء الله الفترة القريبة القادمة راح تشهد توزيع عدة مشاريع أخرى. جميع هذه المشاريع تأتي في إطار برنامج عمل الحكومة. اليوم لله الحمد إحنا ماشيين حسب الجدول الزمني الموضوع وبرنامج عمل الحكومة.